نظر الزراعية أسلوب حياة. يا مرحبا، ازيك يا عم الحاج؟ في قريتنا، قرية محل السوق، مركز أشمون منوفية. انا يا حاج هوب. يا مرحبا. النهارده من قرية محل السوق، محل السوق، القرية الجميلة دي، مركز أشمون منوفية. انا سعدت جدا ان انا اكون موجود معاكم في ضيافتكم النهارده. يا مرحبا، يا اهلا بيك. جمع الكريم اللي قاعد معانا النهارده اتعرفنا بيه، حاج عباسد احمد الزغبي. اهلا بيك يا حاج عباسد. اهلا مرحبا. انور خليل محمد عوف. اهلا يا عم الحاج شكري عبد الرحمن عوف. اهلا بيك. يا مرحبا. يعني النهارده قاعد وسط ناس كلها يعني قلوبها طيبه ومنورين القعده كده دايما بالخير يا رب. انتوا يعني في استضافتكم لنا النهارده حاسس كده ان في من جوه الغيط القعده والروح الجميله اللي جواكوا دي في كلام عايزين نتكلم فيه. انت ايه رايك بقى في الحوارات اللي بتحصل في البلد؟ تكلمنا شويه كده عنها. الحوارات بالنسبه للبلد في الريف احلى طبع واحلى ناس في الريف. احلى طبع واحلى ناس في الريف، وناس يعني بسطاء وطبيعيين. لا عملوا مظاهرات فيها من مظاهرات، ولا عملوا وقفات احتجاجيه ولا الكلام ده كله. يعني الفلاح المصري بيسته وطبته واخلاقه الحميده هي اللي بنت كل حاجه. يعني العادات والتقاليد عندكم هنا بتبين الاصاله والطيبه بين الناس، صح؟ هي يعني تقاليد الجماعه الفلاحين، لان عائلات وبتبقى يعني لها طابع خاص، طابع خاص لوحدها. وبعدين يعني عشان يبقى مثلا الكرامه فوق بتاع الانسان، يعني محافظين على كرامه بعضنا. أيوه. ما في نشارك بعض في العزاء، في الافراح. يعني هي طبع الكره كده، يعني نشارك بعضنا في الاحزان وفي الافراح، تلاقي كله يتلم على قلب رجل واحد طبعا، لان هي عادتنا احنا كده. يعني مثلا كوبايه شاي ممكن تقضي مجموعه، يعني احنا قاعدين في الغد دلوقتي، ممكن واحد زي حاج يحيى بيعمل الشاي، انا يندى عليا نقعد نشرب شاي سوا. مفيش حقد، مفيش كراهيه لاي حد، نشتغل على الطبيعه. والفلاح ده يعني هو يعني بيشتغل باكل، يعني بجري ايده، بتعبه ما ولا بينصب على حد، ولا بيعرف يغلس على حد، ولا يعرف يتاجر في حاجه. ان هو بيطلع من الغيط عنده شويه مواشي بياكلهم من غيطه، ويشتري مثلا عليه شويه علف، الاصاله والطيب كله. يعني هي ما الحاج شكري برضو يعني انت معايا في الكلام ده طبعا. امال ايه، احنا كلنا واحد يا عم هنا، وكلنا واحد. ومعين الفلاح ده غلبان اغلى من الغول. بس مش معنى ان هو غلبان ان حقه يتاكل. ما هو حقه يتاكل يا راجل. امال ايه، مفيش حق الوقت عاد الحاج يحيى الفلاح حق. الله اعظم، الله اكبر. فين حقه؟ فين الفلاح حقه في الحته؟ مفيش حق للفلاح بقى دلوقتي تاكل بقى ولا وبيموتوه. بيموتوا فيه دلوقتي، بيموتوا فيه، بيموتوا فيه من ناحيه الايجار الارضي، من الايجار بيموتوا فيه، والناحيه اللي عنده شويه بيأجرهم بيموتوا فيه. والكمامه والحاجات دي كلها، يعني الحاجات دي كلها غاليه ولا مش لاقيينها. والادويه والبتاع، ادويه الدواء والرش العنب ورش. بتفضل الاصاله والعادات. هو حاجة مختار. هو بيستحمل. يعني هو الفلاح مدى استحماله ايه بقى؟ يعني يستحمل، يعني يستحمل، بس يعني للصبر هو بيقول حدود. يعني انت تضغط عليا لما وبعدين هو بيكون يعني كان بيقضيها باي حال، يعني يعني على قد امكانياته. يعني هو عايش عيشه يعني بسيط، يعني ما على قد امكانياته. ما انما بشوف ناس مثلا، يعني ينزل ناس ثانيه، ناس موظفه ثانيه في حته دي مثلا، بيقبض ان فلاح هو بيقبض حاجه. يعني المفروض حتى الفلاح عدى 60 سنه يعني يديله معاش. النهارده واحنا قاعدين في الغيط، النهارده كانت قعدتنا في الغيط، لان طبعا كانت الكهرباء قطعه. دايما الكهرباء بتتقطع عندكم كتير في بتقطع. لا هي اتحسنت، هي اتحسنت غير يوم الثوره، عشان نبقى يعني الكهرباء دلوقتي غير الايام اللي هي الاولانيه دي. بس هي غاليه، يعني هي غلي. الكيلو عندكم بتحسب كتير ولا في عدادات بقى؟ في عدادات. يعني الميه سعرها رفع، الكهرباء بس تقطع صحيح، بس السعر رفع. يعني يجي يعني ميه وكهرباء غاليين. يعني غلي، الكهرباء زادت والميه زادت. والفلاحين يعني غلابه برضه، يعني بيشتغل طول النهار في الغيط، وعايز يجي يلاقي الكهرباء موجوده، يلاقي الميه. وبعدين هو بيتجيب ايه يا حاج مختار؟ هو دخله ايه؟ ما هو يعني لو ما كانش بيوفر من اكله ومن عيشته الترفيهيه،
مش هيعرف يعيش. ايوه يعني هو الفلاح ما هو مترفاش خالص. يعني هو عايش عيشه بسيطه يعني ما ولا له دعوه بيقول انه هيروح السياحه شيء دي اهو هذا حق مختار ربنا يعزك يعني القعده في الغيط وشرب الشاي دي لها متعه ما بعدها متعه لها متعه حلوه عندنا يعني احنا بندعو كل الناس ان هم ينزلوا في الغيطان ويقعدوا يشربوا الشاي في الراقيه دي والحاجه سبحان الله هو دي حياه دي حياتنا هنا الحياه الطبيعيه الجميله هناك في مصر ما تليش كده بقى اللي قاعد على القهوه واللي قاعد على بتاع وعلى كده لكن احنا هنا طبيعينا كده فيها هدوء وهواء جميل وناس طيبه يعني حاجه اللهم صل على النبي يعني بس مش لاقيين برضه مش لاقيين برضه امال ايه كل حاجه غاليه دلوقتي اللحمه بقت غاليه والكباب غالي وهنجيب منين ايه فهنجيب منين ايه حته دلوقتي مفيش فلاح النهارده ضرب جامد ويجي اخر السنه ما يجمعش اي فلوس من المحاصيل خالص وبيعلم اولاده احلى تعليم طب انتوا هنا في القريه انا ما فيش يعني حكايه تحكوا لنا كده على راجل عمل خير من الاعمال الطيبه اللي بتتعمل في القريه نستفيد منها او نسمع عنها يعني دايما في النصور. عندنا القريه بتشترك مع بعضها بتعمل مدارس بجهود ذاتيه جامع تبني جوامع يعني بجهود ذاتيه يعني انا عندي في البلد دايما يقول لك عيله فلان هي عيله الخير دايما هنا العيله اللي عندكم اللي بتعمل خير كل العائلات كويسه كل العائلات هنا لا يعني بيبقى عمل بارز يعني عملوا مدرسه عملوا هنا بيحصل مشاركه بين اهل البلد بيشتركوا لك مع بعض يعني احنا جينا نبني معهد ديني من 10 12 سنه البلد بحالها اتجمعت على قلب راجل واحد ولموا فلوسه في ليله واحده ده جميل جدا لا احنا هنا احنا عندنا اللي بيدفع ايه بقى يدفع 10 جنيه ويدفع 20 جنيه ويدفع 30 جنيه واللي بيدفع 50 جنيه ويدفع 100 جنيه ادي يعني هو واحد واحد هيبيه ابدا بنشارك كلنا مع الخدمات هنا في القريه عامله ايه بقى الميه والشرب الخدمات هي يعني الميه عندنا هنا هي الميه كويسه الميه بتاع الارض اللي بنديها الارضيات ما فيش ميه بتجي لنا خالص دي ميه ما بتجيلناش خالص بقى من هنا لا احنا بنتكلم على بنتكلم على الكوره احنا بنق مكان هنا دلوقتي عاملين لنا دلوقتي عاوزين نرخص المكان وجايبين على كل مكان 2000 جنيه يعني رخص المكان ويقول لك روح طنطا وروح في حته طب رخص المكان ايه طب يعني بتعملوا مكان فلاتر ولا في الارض لا في الارض لا ده احنا ده هو بيتكلم على بيتكلم على راجل عشان تروي الارض عشان تروي الارض لان الترع ما فيهاش ميه ما فيهاش ميه الترع ما فيهاش ميه خالص طيب انا كنت سامع هنا في مولد الشيخ حسن ايه بقى حكايه قصه المولد ده عندنا شيخ في البلد ده اسمه شيخ جنبه جامع وبنعمل له مولد كل سنه العادات والتقاليد ده في المولد بقى ايه بتبقى قاعده على حصر برضو كده والعالم كله 10 12 راجل بيقعد على حصيره واللي يعمل بقى والشاي والجوجة وعالم بتجيب اكل للناس اللي الغرب وبتاع وبياكلوا والشيخ حسن ده بقى من الصالحين مثلا راجل صالح راجل طيب ده طيب, طيب احنا ما شفناهش يعني احنا غلبانه يعني هي المقصوره بتاعته يعني ما هذا الرجل ما فعله من خير يعني هو اول ما نجيب واحد صيت يعني مثلا يغني بالليل شويه ويلموا الشن اللي هم على جوز ذاتيه كده من البلد ويمشي يعني في غنى بيبقى في المولد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بقى مدح قمر سيدنا النبي يعني هو المدح سيدنا النبي هو المدح ده بيبقى جميل جدا في يعني بيجذب الصوت هو روحانيات وفي ذكر وبنشكر كل حاجه واللي يعني بيطلع اكل الجماعه بتوع المراجيح على البياعين الناس الغرباء يعني لكن الفلاح الفلاح فعلا غلبان يعني مش غلبان انت مصمم الفلاح غلبان لا يا عم ما هو انا مصمم ان الفلاح احسن انسان يا عم هو احسن انسان في يعني في حياته كلها يعني انما الحاج شكري بيتكلم لان الاقتصاد يعني بالنسبه للفلاح كل حاجه بقت راجعه ما بقاش بذره قطن من النظيفه اللي بقت ما بقاش ينفع بعديها هي كمان الاقتصادية انت بتتعامل مع البنك في حاجه بتعامل معاه يعني عامل حساب في البنك لا يعني ليه ما نفتحش حساب في البنك ما فيش فلوس حساب بتبقى 1000 جنيه يا عم هو التعامل مع بنك التنميه احنا جايبين احنا البنك فلوس وبيزيدوا عليها كل سنه يعني بيزيد ال1000 عليها مش عارف يعني انت اقصد ايه دلوقتي في حاجه اسمها كارت فيزا ده هل بتستخدموه انتوا هنا ولا مفيش عشان مش موظفين يا عم لا اصل ده ممكن تعمل على حسابك ما هو مفيش حاجه متوفره دي عشان اعمل فيه يعني مفيش بنوك بنك القريه مش عامل لكم الخدمه دي هنا لا هنا في البنك الاهلي في المدينه البنك الاهلي وبنك مصر بيعمل لا للموظفين موظفين كل ما بتشتريش هنا ده بنك التنميه دي يا عم ده بيدي قروض بيجيب احنا منه فلوس يا ولد وتعمل فوائد كل سنه فوائد كل سنه وخلاص على كده لا هو دلوقتي احنا بندعو يعني دايما ان الناس تعمل حسابات في البنك الحساب ده بيبقى مبلغ صغير يعني
يقدر يصرف منه ويعمل منه، لكن طبعا لازم يبقى فيه مكن والكلام ده مش متواجد هنا قوي. لا هو, لا هو متواجد بس ما فيش حد متوفر معاه. المكن يعني متواجد دلوقتي في المدينه في المركز في القريه في المركز القريه فيها 2000 3000 4000 موظف ما فيش هنا مكن مكن صراف. يعني ما حدش بياخد قروض من البنك تبسولة في بنك التنميه والائتمان؟ اه لا بناخد بناخد لا سولف خالص بيجي علينا بقى يعني هو مش قادر يوديه بيروح يقلبهم ثاني ويجي عليه يدفع الفوائد والفايده بتبقى مركبه برضه حق مختار يعني ما عشان تجيب 5000 جنيه ولو فيه ما كناش روحنا البنك يخصم منك 500 600 جنيه قبل ما تسحبه طبعا. اه يعني بس هم بيجيبوا الفلوس دي بتكلفوا بقى على المحاصيل اللي هتطلع وبعدين المحاصيل تنضرب وبيجيبوها مواشي مواشي لا مفيش مواشي بنجيب بدواء ونجيب بتاع والدواء غالي عندنا هنا طبعا بتاع الحشرات بتاع الدواء ده غالي عندنا والحاج يقف بقى في العادات والتقاليد بقى الزيارات بقى بين الاهل هنا ايه نظام لازم الناس بتزور بعضها واحد عيان بيروح يبص عليه عنده طبعاً. فرح يعني العادات دي موجوده لسه بتوصل وبتزيد ولا موجوده لا. لان العدد بتاع الناس بيزيد وهم منشؤين فيهم العادات والتقاليد دي والحرص على التعليم موجود برضه لازم لازم النفر بيعلم اولاد عاليه جدا وكله بيعرف يعلم اولاد دلوقتي تعليم عالي لا العلم ما هو بيعلم ما يعني يعني انتوا يعني انا قاعد افتح معاكم مواضيع وانتوا مش عايزين تتكلموا فيها جامد قوي لكن انا بحاول معاكم ان انا اشوف ايه اللي جواكم يعني بالنسبه للعادات والتقاليد في الجواز مثلا الانساب هنا في بقى مهور عاليه والكلام ده ولا الدنيا هاديه لا والله هي يعني هي في مهور هي كل حاجه بتبقى يعني انت مثلا انت مع الوقت انت ماشي مع الوقت الراجل امكانياتك برضو يعني على قدها بتروح برضو الراجل امكانياته على قده عشان ما يتجبرش عليك في 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 في, في الشوار بقى والجهاز حاجات سهله ولا برضو لا هي برضو يعني اصل انت دلوقتي انت انزنقت زي ما كنت يعني انت بتقول يعني انا ابن بنت فلان قبل لها مش عارف ايه في الليزر على لازم هجيب زيه طبعا يعني مش هطلعها ناقص يعني هتطلع الاجهزه هي استنى حاجه يعني هي يعني انت مثلا عليك حد من قرايب طبعا اكيد حصل جواز او كده عن شاء الله بيبقى الجهاز حاجات سهله ولا في تعقيدات برضو لا هي انت بتعمل اللازم اللي عليك وهو ابو العرسه بيعمل اللازم يعني ما فيش ان انت يعني انت بتتفق معاه ان انت تجبره على حاجه هو بينجبر لوحده يعني يجهز بنته بيطلعها زي اي بنت طالعه من جيرانه من قرايبه على قد ما قدرت لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني بس اهم حاجه الاصل والطيبه والعادات الطيبه لا الاصل موجود والطيبه موجوده والحمد لله يعني مشاكل طب لو حصل مشاكل بين الزوج والزوجه بقى بتعملوا عادات العائلات طبعا بنلم العائلات يعني بتعملوا عادات عرفيه طبعا في ناس في البلد او ناس في العيله يقعدوا مع بعض ويصفوا كل الخلافات يعني حالات الطلاق كتيره في القاهره لا حالات الطلاق قليله قليله جدا بالنسبه للمدن لا لان بيبقى فيها ترابط عائلي لا بتبقى عائلات تبقى عائلات يعني كده داخله مع بعض فلان وده عائله فلان وده عائله فلان يجيبوا كل واحد راجل كده يقعد حكموا من اهلها واهلها يجي يحكموا أيوه. باللي عاوزاه دي هتطلق مثلا يحكموا مثلا ب 100000 ب 50000 ب 70000 اللي بيحكموا بيجي لكن ما عندكوش هنا فالنتايم زي ما بيقولوا لا 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 يعني ما فيش عيد حب ولا موجود عند الفلاحين ولا عيد حب ولا عيد بس هو موجود بس ما بنعملوش احنا ما تعملوهوش احنا بنعملوا حتى عيد حب ده عندنا عيد الحب طول السنه يعني الفلاح بطبيعته طيب وحنين وياخد على واحد في السنه احنا عندنا الحب ده طول السنه واحد زي مصر بياخد اجازات وياخد بتاعه وياخد عيد حب وعيد بتاع ده لا مفيش ابدا خالص ليه بقى؟ مع ان الفلاح ده دايما احن قلب مش فاضي الفلاح مش فاضي يهرش حتى مش فاضي بس علاقته في اسرته اكيد بيودهم بنوديهم كل حاجه بس مش فاضي بقى النهارده بيطلع زي ما بتشوف كده اللي بياكل بهايمه واللي بيعزق واللي بيروي واللي بيعمل ممكن يمكن انت حتى حاج مختار انت الليمون دول يمكن هم رايقين شويه في من العمل ده انت لو في الصيف بيبقى العمل هنا في ضم غله في دراش في بتاع ما تعرفش شغل القعده دي يعني لو في الصيف هنا هتلاقي شغل كتير يعني الفلاح يقول ده يعني انا اقصد ان الفلاح الحب بتاعه موده ورحمه موده ورحمه بين يعني الناس بين يشوف اسرته ايه عايزه ايه بيودها في كذا بيجيب لها حاجتها بيقوم على حاجه بيته
هي دي المواد ده شيء طبيعي. لا ده عندنا كده شيء طبيعي. ده رسمي طبعا مفيش عيد حب عيد ام عيد مش عارف مفيش كلام ده خالص يعني ما في عمله بس اختك مثلا الشعر هو كده عندنا صله الرحم ده موجوده صله الرحم على فكره يعني صله الرحم دي حاجه مهمه جدا كلنا بنروح لبعضنا صله الرحم بتدي بركه في الرزق طبعا وبركه في العمر وراحه في البال راحه البال الانسان نفسه بيبقى مستريح لان العزوه والقعاد مع الاهل طبعا ده الخير كله طبعا لا عندنا موجوده عندنا دي شيء طبيعي موجود عندنا في البلد في البلد بحالها يعني في البلد كمان واحد من اي عيله ثانيه الواحد بيروح له ورا زوره بتاع يعني انت لو واحد عيان مثلا في مصر من البلد ولا حاجه تلاقي العربيات مثلا مجموعه كل مجموعه تاخد عربيه وتروح تزوره في المستشفى اللي هو فيها وتبص عليه يعني ما يعني ده رسم موضوع موده ورحمه بين الناس وبعض لو في لو في مثلا على مستوى البلد طبعا يعني واحد يحس واحد عامل العزا والدفنة البلد بحالها البلد مجاورة كمان طيب احنا يعني من خلال الكلام الطيب ده هننتظر بقى ضيوفنا اللي جايين يقعدوا معانا دلوقتي ومال اتفضلوا ماشي نرعوهم بقى احنا كنا عاوزين نتكلم برضو في المشاكل اللي عندنا على ماشيال عندنا ماشيال بتاع الري ده هنتكلم ما انا عاوز اتكلم على كده في الفقره الزراعيه هو حاج مختار مرحب بيك حاج يا مرحب اهلا بيك يعني احنا النهارده اتعرفنا بقى بضيوفنا حاج محمد الزغبي اهلا يا حاج محمد سلامه الحاج حجاز عبد الجيد عوف الحاج فتح عبد الرحمن عوف اهلا من قريه محل السفك مركز الحموم الوطني الاصاله دايما بينكم والطيبه بينكم ما شاء الله عليكم الله يخليك يا انتوا بتزرعوا ايه دلوقتي يا ترى بنزرع برسيم وغله وذره وبطاطس و وبصل وعنب حسب زي ما انت ما تشوف انا قاعد وسط غيط برسيم وغله بس بقى الارشاد الزراعي والكلام الفاضي اللي هم عاملينه ليه ما فيش لا حد بيجي يبص ولا حد بيعمل ولا حد بيهتم بحاجه ايه الارشاد الزراعي زعلان ايه من الارشاد الزراعي ما بيبصش على حاجه خالص وفي هنا مرشد يعني في القريه في عندنا يجي 30 واحد قاعدين في البتاع 30 واحد ولا فيش ولا فيش شو يعني عندكم مركز ارشادي ولا مركز ارشادي مبنى ارشاد امال ايه هو حضرتك في عندنا مبنى ارشاد زراعي ايوه والجمعيه الزراعيه ما زالت موجوده كل حاجه ولكن بينقص الفلاح النهارده الحكومه مش مديها حق زي ايه بمعنى ايه بمعنى ايه عندنا المبيدات زادت وثمن الاسمده البذور نفسها كان اول بيروح يجيبها الفلاح من الجمعيه الزراعيه النهارده بقتش موجوده في الجمعيه يعني الجمعيه الزراعيه دي انا بقولها في كل حلقه الجمعيه الزراعيه دي مش لها مجلس اداره الجمعيه الزراعيه حضرتك لها مجلس اداره ولكن مجلس الاداره مكون من القريه نفسها يعني ما هواش له سلطات ان هو يجيب كيماوي يجيب مبيدات يجيب اسمده يجيب الحاجات دي كلها الحاجات لكن دي مجلس الاداره دي المفروض بيدير اعمال الجمعيه هي الحكومه اللي كل شهرين بتنزل قرار وعلى كده كل واحد ياخد له شكرتين وخلاص على كده الجمعيه دي مش بيبقى ليها رئيس مجلس اداره ايوه بي. ليها ليه بيشتغل ايه طيب بيعمل ايه انا عارف قاعد ما بيعمل ايه الجمعيه لها رئيس مجلس اداره بيعمل ايه طيب عمله بس ايه بس زي ما قلت حضرتك يعني انا النهارده كرئيس مجلس اداره الجمعيه من القريه بقول له والله احنا محتاجين كذا وكذا 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 بيقول لي مين بقى بقول لمدير الجمعيه بالتالي المفروض مدير هو الحكومه عامله على كل على كل فدرتين المفروض مدير الجمعيه بيخاطب وكيل وزاره بالمحافظه اللي هو رئيس الاداره الزراعيه في مثلا في اشمون واشمون تكلم المحافظه والمحافظه بتكلم الوزير ويبقى في كده الحكومه المفروض انا عايز اوضح لحضرتك حاجه اتفضل انا دلوقتي الجمعيه دي بتقدم خدمه مثلا ميكنه زراعيه بتلم من الاعضاء فلوس رسم الخدمه ايوه بيلموا وهيجيب جرار تابع للجمعيه يشتغل خدمات للفلاحين كلها ولا ما بيجيش يا عم ما فيش جرار ما بيجيبش لان هو ما خدش ما شغلش فلوس الخدمه دي للفلاح ايوه بالظبط ادوها في حاجه تانية الله اعلم وانا يعني بالنسبه للاسمده في حصص دي اللي بتوزعها الوزاره بتتوزع على الحيازات الزراعيه انت عندك حيازه زراعيه ايوه عندي حيازه قد ايه يا حاج عندي 3 فدان والحاج عنده حيازه قد ايه والحاج عنده حيازه 5 فدان عندي 4 فدان تاخد عليهم قد ايه حصه كيماوي
باخد عليهم اه انا باخد على الفدان الفدان شكرتين اثنين عشان حسب الزرع شتو شكرتين وصيف شكرتين بس اه ما بتستخدمش حاجه غير الاسمده بستخدم سباخ وما فيش ما فيش الفدان بيتكلمك كام في السباخ بقى تكلف لي كام اه ما حطيتلوش 1000 غبيت في سباخ بلدي يعني تكلفه ماليه قد ايه في حدود قد ايه حدود 2000 جنيه في السنة؟ لا في الزرع في الزرع في الزرع يخش في 3 4000 جنيه 3000 4000 وقال لي البطاطس بقى اه وانا جيت قلعت البطاطس انا هجيب لك حاجه دلوقتي بتزرع جاي في تليفون راجل زرع بطاطس وخسر 1000 جنيه على اللي هو جايبه ايوه يعني لا كسب ولا كل ولا شرب وخسر 1000 جنيه في 7 قرب بطاطس انا خسران بقى زرع فدان بطاطس خسران فيه 6000 جنيه بعد كمان فعلا يعني بكلام بجد مش بتهريج وتصوير يعني الاسعار غاليه ما هو حضرتك مش هي ما جابتش بقى ما جابتش ما فيش بقى ما جابتش ما خدش غيره عمليه ما فيش تسويق للمنتج يعني انا النهارده كراجل فلاح انا عايز الزرعه بتاعتي اللي بقعد مستنيها موسم لحد نهايه الموسم كل موسم مثلا 6 شهور بقعد 6 شهور اجيب مبيدات واجيب اسمده واجيب ويطلع الانتاج ما تعرفش تسوقه منتظر ان انا اسوق المنتج بتاعي اجي عند التسويق ملاقيش مفيش طب انا جايب خيار علبه خيار ب 270 جنيه علبه خيار تاوي خيار فيها شويه قد كده اهو شويه قد كده وتيجي تزرعهم بعد اسبوع يجوا يطلعوا تلاقيهم مسقطين يقول لك التاوي دي جايه من بره وتاوي جايه بايظه لا التاوي مش جايه بايظه اي تاوي قبل ما تزرعها بيبقى لها معاملات ساعات المعاملات دي يعني لازم تتنقع في ميه لازم يتحط لها محلول مفيش حد عندنا بيقول لنا كده بقى ما لازم تعرف الحاجات دي ما هنا عيب الارشاد الزراعي انت بقى مثلا ما بتزرع بتعمل يعني زرع ايه يا حاج احنا كنا الخيار ده بنبله ونحطه يا مغزه بص الله يفتح نبيته في كوم السباخ يصبح منبك ونزرعه يطلع ويبقى كويس لكن لو حطيته كده على طول اللي لا على طول كده لا ما هو انت اكيد حطيته على طول ما نقعتوش في مي ما انا بقى ده في زرع للميه لما تيجي تعمل عفير بتعمله كده بتزرعه بتاع الميه ده حاول بقى تطنن الارض وتزرع بقى بتعمل بتبل بس البلا الاحسن عشان بيعمل طور السكون اللي في الحبايب يعني هو عايز يقول لك ان فيه كذا طريقه للزراعه طبعا يعني زراعه بالعفير زي البطاطس وزراعه بالنهوه وزراعه بالرق وكده ما بيبقاش طريقه محدش بيزرع بالستاره بال فيه موجود الستارات موجوده في ناس بتزرع بالستاره برضه بتوفر كتير في التقاوي صح هي بتوفر وكل حاجه حسب بزرع القرب ب 25 جنيه في الستاره دي بيجيب القرب بزرع ب 25 جنيه في البطاطس او بتاع 25 جنيه ما هو انت لو جمعتوا نفسيكوا كذا واحد يبقى ولا هيبقى ب 25 جنيه ولا ب 10 جنيه هو عندنا المشكله دلوقتي ايه كان فيه زمان حاجه فيها اسمها التتليت ايوه تتليت الارض يعني الارض انزرعت السنه دي قطن يبقى ما تنزرعش قطن الا بعد 3 سنين زرع البطاطس يبقى الدوره الزراعيه انت عارف كنا الاول كنا عاوز يجوز عيله ولا يجوز عيل عنده التنظيم كنا نزرع شط قطن نجوزه بقى من القطن صحيح انت عارف السنه دي بقى لنا 5 6 7 8 سنين ما فيش قطن بيجيب خالص ولا بيزرع ولا بيجيب ما بعرفش نزرع يا حاج فهد حاج يحيى انت زرع ايه يا حاج يحيى انا زارع فدانين عنب و عنب بعيد عن القصه خالص بتاعت لا ما زرع زرع 15 قرات قمح وزرع 15 قرات برسيم بطاطس بقى وزرع نص فدان بطاطس والعنب عامل ايه معاك بقى كويس او يعني حسب التكلفه بتاعها بتزرع نباتي ولا ابو بذر ولا اسمه ايه لا بذر ملوك ملوك عنب روم وسوقه كويس ولا يعني حسب الجو حسب السحب هو الناس كلها ما بقاش الاقتصاد دلوقتي بتاع الناس الاقتصاد تعبان فهو عرض وطلب اما يبقى فيه سحب في السوق بيبقى الناس تحس ان الدنيا يعني فيه انتعاش ما فيش انتعاش يبقى ما فيش سحب يبقى فيه مشي بالراحه في الاكل الناس بتاخد براحتها حضرتك ان الفلاح احنا اساسا دوله زراعيه طبعا ان لم ننهض بالزراعه هي الزراعه لن تقوم لنا قائمه طبعا بمعنى ايه ان انا راجل عايز التسويق بتاعي لما يكون عندي منتج اعرف اسوقه اعرف ابيعه النهارده الفلاح لما بيروج تحس ان الدوله كلها راجل طب ما فكرتوش كده انتوا كاهل البلد كده تجمعوا بعضيكوا وبعدين برضه وتعملوا جمعيه تسويق ولا تاخدوا احنا حضرتك اقول لحضرتك احنا مش عايزين نلقي العبء كله على الحكومه طيب احنا دورنا ايه بقى عشان احنا برضه دلوقتي بنمر بظروف صعبة. لازم كلنا نتكاتف ونتكاتل ونقف في ظهر الحكومه عشان نقف كدوله لان احنا شايفين الغرب كله بيحاربنا ايوه فاحنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي نستصلح اراضي في الجبل الفلاحين ليه ما ياخدوش الفلاحين دول نعمل لهم
يعني اروح ادي الفلاح 5 فدادين في الجبل ولكن بديهم له ما هماش جاهزين للزراعه. طب انا ليه كحكومه عندي امكانيات وعندي حاجات زي دي اوفر له الحاجات دي كلها واديها له يوم يزرع انتج ازرع قمح ما اضطرش ان انا احتاج للغرب في حاجه. طب انا عندي فكره لك احسن برضو يعني، طب ليه ما تجمعوش بعضكم وتعملوا زي تسويق للمنتجات؟ يعني ما تجمع في جمعيه، تعملوا جمعيه تسويق، الشباب اللي عندكم هنا في القريه ينزلوا يسوقوا في اسواق الخضار والفاكهه. احنا بناخد الدواء فين؟ بناخد الحاجه دي نوديها سوق الخضار. بنعمله بدل ما تتعامل مع تاجر تبقى منك للسوق. هو متاح في السوق هناك اهو. الكيلو الكيلو برتقال ب 2 جنيه وجنيه ونص. الكيلو في مو بجنيه. ما تقدروش حاجه مفيش تصدير. مفيش تصدير، التصدير عند الحكومه مش عندنا. طب ما اشتركتوش في اي جهات بتصدر زي اتحاد المصدرين او حاجه زي كده اللي تابع وزاره الزراعه؟ والله الحكومه بقى، الحكومه هي اللي المفروض تعمل كده. المفروض ده انتوا عندكم معلومه عن حاجه زي كده؟ عندنا بس هنعمل ايه؟ بتوصل ازاي؟ يعني الحاجات اللي زي دي عامه بتبقى يعني محتكره لبعض الناس اللي هي. لا ده انت لو تعرف ان اتحاد المصدرين ده ممكن تشترك فيه رسم العضويه كلام فاضي. لا اللي بيعمل كده، اللي بيعمل كده بقى الناس ويجيب لك تقاوي البطاطس وياخد منك ويصدر. اللي بيعمل كده الناس اللي في الجبل اللي خدت ارض كتير في الجبل بتنزل بقى وتطلع بره، عارفه مصدرها فين، بتجيب منين وتودي فين. لكن هنا ما هو اللي ضرب، ايه اللي ضرب الفلاح؟ ما هو ده هنا مساحات قليله، مساحات قليله ولاعب بيطلع شويه الطماطم. يعني هنا تفتيت الحيازات، هنا في تفتيت حيازات بقى دلوقتي، العدد بيكتر. الاب سايب مثلا 3 4 فدادين ومعاه 3 4 عيال، كل واحد بياخد فدان. بعد كده ده واخد فدان. طب انا معايا 8 عيال وصلاحهم الجاب. كل واحد ياخد له 3 4 فدادين في الجاب. يرد الدنيا ما يدولكش ليه؟ هيدوني فاين، هيدوا الناس الكبار ومش هيدوا ناس. الجبل مش جنبنا. الجبل مش جنبنا. الجبل ده الناس زرع في الجبل في الدنيا بحالها. اللي بيجي من طنطا بيروح يزرع في الجبل. انت قصدك يعني الفلاح لازم اولاده يطلعوا بقى في الزراعه. امال هيقعدوا هنا يعملوا ايه بقى؟ يزرعوا بقى. يقعدوا يعملوا ايه؟ احنا عاوزين. طب تعالى النهارده عاوزين نتكلم. انا صلحت كذا فدان وهسلمهم وعامل. فرق للناس، فرق ادي لكل عيل فدانين 3، ادي لكل عيل 5 فدادين. هو هيدي بس هيدي بحق الانتفاع، يعني مفيش تمليك. عشان اللي ما يزرعش تتاخد منه الارض. طب ما هو اصل هيديني ميه. كل الطلبه اللي هتروح دي هتزرع ولا هتعرف تزرع؟ هزرع ابني لا تنجح يزرع. بس هو مش الطلبه والكلام ده، يعني طلبه لا هو يدي اول المزارع الخريج اللي خريج زراعه يزرع، المزارع اللي ابنه بيزرع معاه يزرع برضه. هاي دول يزرعوا، انما الطلبه اللي هي ما تعرفش حاجه عن الزراعه ما بديش لطلبه، هتاخد الارض. لا طلبه ولا هيعمل. لا ادى الطلبه قبل كده زمان كانوا ادوا الطلبه وبقوا الخريج اللي هو لسه مخلص جامعه او دبلوم. ولو دبلوم زراعه هيزرع، لو خريج كليه زراعه هيعرف يزرع، لكن لو خريج كليه تجاره. هو لو ادى اولاد الفلاحين اللي زي حالاتنا بيدوا. الناس الفلاحين دول ناس طبقه عاشت على الفطره وناس لا هي عايزه مشاكل ولا عايزه حاجه، كل هم الفلاح ان هو يقوم الصبح حتى ولو عنده يعني اراضيط محدود. طيب هو عايز يبعد ولاده عن المشاكل وعن الشارع وعن المخدرات وعن الحاجات دي كلها، فعايز ليه فين ليه في الغيب؟ ليه الحكومه ما توفرلوش الحاجات دي؟ احنا يعني هي مشكله الحكومه عليها كل حاجه، ده صعب. لازم يبقى فيه ماشي بالانس ما بين يعني ده يشتغل شويه وده يعمل حاجه شويه. يعني مثلا المبيدات انت بتجيبها منين؟ ما مش من الجمعيه. المبيدات ما فيش في الجمعيه دلوقتي. بتجيبها من السوق. بتيجي خلي بالك ان الدواء بتجيبه منين؟ بتيجي صيفي وفي الشتاء. اللي زرع شويه بطاطس بيروح يدوله شكارتين، واللي زرع شويه برسيم بيدوله شكاره. ده اسمات. دي الاسمده. هو بيتكلم عن المبيدات. عشان المبيدات ما فيش في الجمعيه. ما من الدكاكين. ام جنيه بيقول لك ب5، وانت هتقول لا ما انت عندك حاله هيك وبايظه كمان مش. وبيجيب معاك نتيجه ولا ما بيجيبش؟ والله ما بيجيب ولا بينا. وتبقى عارف المصدر موثوق منه ولا؟ فضلنا نجيب ونعمل ونرش العنب واللي انا بجيب برضه قال له بيضه وبقى. يعني في مشكله بتواجهنا هنا حاليا دلوقتي عشان هي مش جايه من الاساس. ايه هي يا حاج؟ يعني كانت الناس بتزرع الطماطم، كانت الطماطم دي بتجيب طماطم مهوله وبتطلع 24 قراره. النهارده بقت تيجي في حاجه اسمها سوسه بتيجي في قدر العود نفسه. حفاره الانفاق ما عادتش عشان تروح تجيب العلاج بتاعها او الدواء بتاعها يقول لك اللتر ب 1000 جنيه. اللتر ب 1000 جنيه؟ انا كراجل زارع مثلا 4 قريط ولا 5 قريط هجيب لتر ب 1000 جنيه؟ لا طبعا. اجيب من ايه؟ فهي عايزه برضه يعني يبقى الحكومه يعني انت الارشاد هنا لازم برضه يقدم لكم خدمات. لازم يبقى في رقابه. طب ما بقتش نزرع حنا دلوقتي خالص، ما بقناش نزرعها خالص. والري عامل ايه بقى؟
الري متعب بقى وعاوزين ندخل مثل ده الهنداز. دخل الحكومه عشان الحكومه تولى تفحته بقى وتوضبه. يعني انتوا عندكم مصر هنا ايوه ماشي. الري مش احنا عايزين نبقى واقعيين. الري هنا مش متعب، ولكن احنا اللي احنا بنروي المكان. النهارده انا عندي مثلا ترعه زي ترعه ماشي معظمها النهارده بقت مواسير. عشان اجيب الكراكه هتفحت لي حته وتسيب التانية. الناس بدات تقلب الحاجات المخلفات بتاعتها برضه في المصرف. ما دي مشكله، ما هو يخش حد في الهندسه لو داخل بقى الحكومه. انا هتفحت غصب عنك هتتولى ومحدش هيردم فيه حاجه. اروح اكلم الراجل اللي بيعمل كده ممكن يعمل معايا مشكله. لكن لما تقوم الحكومه مسؤوله وتطلع تقول شيل الحاجات دي هنشيل والميه توصل ويبقى ما فيش مشاكل. طبعا بس كده. يعني انتوا شايفين ان لازم الجمعيه الزراعيه تقدم خدمات اكتر وتوفر لكم بقى مبيدات واسمده بشكل اوسع، وزائد الخدمات الزراعيه التانية الميكنه ومكن الري. الميكنه دي ما بتجيش هنا خالص. الميكنه بتطلع للايه اللي عنده 30 فدان 20 فدان. عشان يا دوب ما انتوا لو جمعتوا بعضيكم في روابط كده هتطلع. انا مجمعين بعدين. انا وضبت ارض النهارده وعاوز ازرعها بكره. اقعد شهر ما اجيبك مكان. هتيجي على فدان ولا فدانين؟ طيب وانا هعمل ايه؟ ما هو لازم تيجي على مثلا اقل حاجه 10 فدانين. طب وال 10 فدانين كلك مش جاهزين يا بيه؟ مش جاهزين. ما انتوا لو جنب بعض تجمعوا بعض. ايوه جنب بعض اهو. بس ده الغدة مش جاهز ومش ده مش جاهز ولا جاهز. هي بتطلع الناس الكبار بقى. بتطلع الناس اللي هي من المساحات. المساحات نفسها. المساحات. طيب فيه كمان حاجه يا استاذ. اتفضل. الصرف ده. الصرف الصحي بقى ولا الصرف الزراعي؟ الصرف الصحي. ما بنعملش ليه؟ ما بيخلصش ليه؟ يعني انتوا عندكم مشروع صرف زراعي؟ ايوه ده في البلد. البلد ده يعني ده خلاص. ما هو بالفلوس برضه احنا دافعين فلوس وهو بس عاوزين يخلص حاجه فتح ده البتاع البوابين اللي خرب البيت. ايوه كل عيله دفع كام؟ كل بيت دفع له في حدود كام؟ ال 200 وال 300. الكلام ده من خمس ست سنين. ده من زمان. ده من 10 سنين. قامت القريه واشتركت كل بيوت القريه. يعني احنا حوالي القريه حوالها تعدادها حوالي 20,000 نسمه. لمينا فلوس للصرف الصحي. بدأوا بعدها بحوالي 4 سنين يشتغلوا فيه. حاليا دلوقتي فاضل فيه حوالي 40%. مع العلم ان احنا مشتركين بالجهود الذاتيه. طب ليه؟ ما تخلصوش الحاجات دي ليه؟ ويشتغل. ما وجهتوش للوحده المحليه للمحافظه. بين ما فيش فايده. يعني رحنا للمحافظ 3 مرات. بالنسبه للمحافظ رحتوا؟ للمحافظ 3 مرات. عندها برضه بالنسبه لقريه محل الشوب. قرية موجود فيها حوالي 30 فدان تبرع للدولة. محطة كهرباء مقامة على 10 فدان ومحطة مية كبيرة على مساحة 10 فدان ومستشفى اليوم الواحد على مساحة 3 فدان كلها تبرع من أهالي قرية محل السب. وما تزال القرية برضو محرومة من الخدمات اللي بيقول لحضرتك عليها دي. طيب احنا عايزين من الحاج يحيى تقول لنا امنية للقرية كده تكون انت تتمناها. يعني انت نفسك تشوف القرية هنا فيها ايه بالظبط؟ اتمنى ان كل حاجة في القرية تتم. يعني صرف صحي. صرف صحي يشتغل. التعليم يبقى مظبوط، كصحة مظبوطة كده. ده اللي انا اتمناه من ربنا للقرية بتاعتي. والحاج نفس الكلام برضه. اهم شيء الصرف ده يمشي. ده الا فيه كالساحات كده بتفتح النقلة ب 20 جنيه خرب بيوت الخال. والله تبقى مكلفة على البيوت. مكلفة على الخال يعني جامد. والله أتمنى. أنا أتمنى مش لقريتنا لوحدها، لجميع القرى ولمصر بحالها، إن الحكومة تهتم أول حاجة بالخدمات العامة. مش إحنا مش عايزين خدمات شخصية. إحنا عايزين خدمات عامة. وبرضه بناشد الجماهير إن هي تقف وتتكاتف وتتعاون مع بعضها وكلنا نبقى ايد واحد ان شاء الله. هي المشكله كلها ان احنا عايزين بس الناس تحب بعضها شويه. نقوم نرهب ببلدنا وتبقى بلد كويسه. وان شاء الله باذن الله نتمنى الخير يا رب. انت تتمنى ايه بقى؟ انا اتمنى ان بلدنا ديت مش بلدنا بلدنا وحال السبك يعني. لا الدولة. بلد الدولة مصر يعني بتاعتنا كده تبقى هي والسيسي يرفعوا الدنيا فوق. اللهم صل على النبي. والحاج يحيى طبعا السيسي ده هو اللي ايه لو عاش يعني 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 كلنا ربنا كرمنا لو السيسي ده لما يفضل معانا شويه كله كلنا هنشتغل بقى. هو كله هينهض وكله هيشتغل. بس في العقد احنا فاتيه مش عارفين. احنا عاوزين نتكلم كتير.
طبعا. بس احنا شايفين الراجل وشايفين الحكومه وشايفين الدنيا ملخبطه ان شاء الله كل حاجه ملعبك علينا وفي تدخلات من جميع الدنيا، فمش هينفع بقى الكلام فيه يعني. اما السيسي والله وكيل ان شاء الله، عاوزين الراجل ده لما 3-4 سنين ونصبر عليه ونبقى كويس هو هيرفعنا كلنا ان شاء الله. بس يعني احنا سمعنا ان انت عندك الناس بتقول شعر وبناتك ايوه موجودين. ماشي، نقدر نتقابل معاهم بقى؟ اتفضل. ماشي يا عرفنا بقى بضيوفنا من البنات والاستاذ خليل محمد خليل عوف واولادنا. عرفوا نفسيكم اولاد، اسم حضرتك ايه؟ خلود. خلود. نوريهان. نقيب. طبعا انتوا جايين لسه من المدرسه بالظبط. كلكم انت في سنه كام؟ سته. والتعليم كويس هنا في القريه؟ كويس. بتاخدوا ايه بقى؟ يعني المواد اللي بتاخديها بتحبيها ايه في الدراسه؟ مثل زي الرياضيات. بتحب الرياضيات يعني الحساب يعني. ونوريان بتحب ايه؟ انا بحب اللغه العربيه. اللغه العربيه حافظه بقى شعر وحاجات زي كده؟ الرياضه طبعا. الحاج بقى قول لنا، حاج خليل، حاج خليل، اخبار التعليم ايه بقى؟ والله احنا عندنا هنا مشاكل في التعليم كتيره رغم ان الدوله بتحاول توفر لنا، بس كثافه الفصول طبعا عاليه جدا هنا. عدد الفصول بتبقى عاليه. طبعا. فالطفل ما بيستفدش او المتعلم ما بيستفدش بدرجه كافيه. واشتكينا كتير وفي جالنا ردود ان شاء الله ان في حلول، ان فيه مدارس هتتبني، بس طبعا في وعود. يعني كثافه الفصل بتبقى عاليه؟ بتوصل ل 70 طالب. يعني الفصل بيبقى فيه 70؟ ده كم كبير جدا. يا عم يحيى 70 طالب وطالبه هي يعني. بينبني مدارس بس لسه ما شطبتش او ما خلصتش عشان يفصلوا منهم العدد ده يعني يوزعوه. طبعا في دروس خصوصيه. طبعا ده في دروس خصوصيه عندكم هنا في القريه؟ في دروس خصوصيه. في دروس خصوصيه. الحصه بكام بقى؟ في اللي بيدي ب 20 وفي اللي بيدي ب 50. مش زي المدينه. لا يعني مش زي المدينه. وفي مجموعات تقويه اولاد في المدرسه ولا مفيش؟ تشتركوا فيها؟ وبتستفيدوا منها ولا بتحسوا برضو ان العمليه؟ طيب كويس. وايه تاني من مشاكل في التعليم؟ طبعا الشباب لهم مشاكل كبيره هنا يا استاذ مختار. منها اول حاجه مركز الشباب. مفيش مركز شباب؟ لا في مركز شباب. والقوات المسلحه مشكوره عملته قامت بتطويره وميزت القريه عن بقيه القرى. ان بقى عندنا ملعب ترتان. ولكن مشكلته البيوت اللي جنبه اخذت منه اماكن كتيره. فاصبح ضيق جدا. واصبح المياه الجوفيه بقت تطلعه، يعني قبل ما المركز الشباب يتسلم بدا يبقى في مشاكل في الارضيه. ثانيا شباب كتير او اطفال بتروح تلعب في المركز دي كانت بتدفع 20 جنيه او 30 جنيه، اجر الساعه في الملعب بقى ب 50 جنيه. يعني بيبقى فرق خماسي. فرق خماسي. ولكن في مشكله ان هو داخل الكتلة السكنية بيسبب مشاكل مع الأهالي كتيرة. فاحنا بنطالب بنقله، يعني يتنقل بره الكتلة السكنية. ثانيا مكانه عشان موضوع برضه الصرف الصحي بيعمل مشاكل، أصبحت الأرضية فيها مشاكل كبيرة. وارتفاع طبعا أجره. احنا بنقول في حاجه دي تتلهى فيها الشباب. هو بس بيتاجر للكوره ولا الالعاب تانية؟ والله المفروض ان في نشاطات يعني تانية. يعني في انشطه تانية يا بنات بتلعبوا ولا ما تروحوش انتوا مركز الشباب؟ ممنوع عليكم انتوا. يعني ما فيش. طب انتوا ما بتمارسوش اي انواع رياضه او اي حاجه في المدرسه حتى؟ ما فيش. ده بالنسبه للبنات يعني ما فيش. الرياضه يبقى انما للصبيان في موجود. في حشد في المدرسه يلعبوا بيه، يجوا النادي يلعبوا كوره، يلعبوا سله، يلعبوا كده. بس بالفلوس في النادي. يعني بيدفعوا بالحصه وبالساعه. بالحصه والساعه. طبعا بيبقى مجموعه خماسيه مجموعه. طبعا هم المشكله يا استاذ مختار ان هم مسويين مركز شباب محله سبك اللي هي القريه الصغيره بمركز شباب مثلا زي عين الصيره.
او المطريه، المراكز دي لها نشاط كبير. طبعا الحاله هنا بالنسبه للشباب طبعا يعني زي اطفال بتجمع من بعضها 2 جنيه و3 جنيه من مصروفها عشان تلعب، فده سبب لهم حرمان. فاحنا بنطالب ان اجر الساعه ينزل بحيث ان الشباب بدل ما تدور على اي حاجه غلط تلعب بقى رياضه تنشط نفسها وتلعب رياضه. ما فيش حديد زي زمان كده؟ لا ما فيش، الانشطه مش شغاله بصراحه، مش شغاله ما فيش حاجات يعني في مشكله من ناحيه المسؤولين، ولا ترابيزه بنج ولا يا فندم في، بس ما فيش اهتمام. في مشكله الشباب نفسها ما بتقبلش. من الناحيه الثانيه ان الموظفين اما ما يكونش في نشاط في النادي بيبقى اريح زي ما حضرتك فاهم. فهي مسؤوليه مشتركه بين الاثنين. الشباب مقصرين، بيركزوا مثلا على ملعب الكرة بس، الأنشطة التانية بتتعمل صوري على الورق. طب أنا شايف إن البنات جايين من مدرسة وأكيد طبعا أنتوا لكم هواية سمعت في الشعر بتقولوا أبيات، هناخد كده من كل واحدة منكم بيتين ثلاثة كده تقوله لنا، بس تعالوا صوتكم عشان يوصل. اتفضلي. أيها هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى الندى فوقها إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا، فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. الشعر ده حفظه من المدرسه ولا انت يعني قريتيه في؟ لا انا قريته. كان شعر مين ولا مش عارفه شعر مين؟ الشعر ايليا ابو ماضي. ايليا ابو ماضي. يعني بتحبي تقري اشعار الشعر بيدي الواحد راحه نفسيه وبيدي طلاقه في اللغه، صح؟ طب نسمع الاخت. قسما بنور المصطفى وجماله، ما خلق الرحمن مثل صفاته، المسك والقافور من عرق النبي، والورد والياسمين على وجنتي، على قده شافوه وعرفوه، سبحان من خلق الجمال بذاته. يا عاشقين محمدا صلوا عليه، صلوا عليه وسعدوا بصلاته ونوره. عيسى النبي رواه في إنجيله، موسى النبي رواه في توراته، نظرا علي حتى إذا وصلت لبابه، لأمر عن الخدين على عتباته، وأقول يا عينين انظري، هذا نبي الله أشرف خلقه. عليه الصلاة والسلام. يعني أنا فرحان بيكم جدا إن أنتوا يعني بتضيفوا موهبة الشعر دي، موهبة جميلة جدا. أختنا برضو حافظة حاجة تقوليها؟ اتفضلي. أبي يقولون أنت مجرم، وفي الحقيقة أنت لست مجرم. أبي لما حرموني منك؟ اعتقلوك دون أن تقبلني قبلة واحدة، دون أن تمسح دمع أمي أرى الدمع في عينيك كل صباح. هل صار أبي من جديد؟ أو سيرحر دون أن أراه إلى يوم الوعيد؟ أو سيمسح دمع أمي الذي يسكب في كل فجر يوم جديد؟ أبي أين أنت يا أبي؟ رحل أميره. يا طفولة المستعمرة، أنا زهرة فلسطين ولست هويتي 70,000، ولن أقبل أبي من سلطنة الشمس. يأتوا العيد تلو الوعيد، ويأتوا الوليد تلو الوليد، وأبي قابض فوق كتبان حديد، فوق جبانة مريبة لا يصلى إلا العبيد. أين هو يوم الوعيد؟ أين هو اليوم الذي تقطع فيه كتبان حديد؟ أريد أبي. ده حفظها برضو ولا أرياء ولا؟ أرياء برضو. يعني ما شاء الله في مواهب هنا، وأنا فرحان إن البنات بيروحوا للمدارس وعندكم التعليم، ده دليل على الحضارة والأصالة بتاعت الريف بتاعنا. تمام. والتعليم ده مهم جدا جدا، لأنه بيؤدي إلى رسائل كويسة جدا. القصائد اللي أنتوا قلتوها دي إيه رأيك فيها يا حاج؟ لا إحنا هنا مهتمين يعني بنخلي العيال تهتم بالتعليم. كل واحد كل فرد في القرية لا يعني نفسه يخلي عياله أحسن ناس، أحسن عيال. طبعا. فبيبذل أبسى جهد عشان يعلم عياله. طبعا. وانت ايه رايك في القصائد اللي بيقولوها لاولادنا؟ قصائد جميله طبعا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وشعر كمان بيقروا شعر. جميل. ورقيه اتكلمت عن فلسطين. ففي انتماء القصائد والشعر ده
بينمي الحس الوطني والانتماء طبعاً للإسلام والعروبة. وطبعا عندنا نماذج كتيرة زي البنات دي برضو، يعني هم ما لهمش نشاط تاني بيعملوه، مثلا بتعملوا حاجات تدابير يعني في المدرسة، شغل منزلي، شغل منزلي، بتعملوا حاجات زي كده؟ انت بتعملي ايه بقى؟ يعني بتتدربي على، يعني بتقدري تخيطي مثلا حاجة، تفصلي حاجة ولا ما؟ لا انا ما اقدرش اخير، ممكن انا افصل ماشي عادي. تفصلي. والاخت؟ احنا ممكن نشغل ونخيط حاجة وخلاص. يعني ممكن تركبي زرار، تركبي تخيطي مثلا حاجة خفيفة. انا ما اقدرش اخير، بس اقدر بعمل الكروشيه وبعرف. تعملي كروشيه كويس جدا. وبعرف اعمل افصل حاجة. والله شيء طيب جدا. يعني انت ايه رايك في التعليم والقصائد اللي هي بتنمي ايه عند الناس هنا؟ طبعا هي بتحيي اللغه العربيه والحس الوطني، وزي ما قلت لحضرتك النماذج كتيره، بس المقام ما يسعش، ان عندنا مواهب كتيره بس وقت البرنامج ما يسعش. احنا قاعدين النهارده في المنظره يعني جوه الغيط يعني. طبعا زي ما بقول لحضرتك وقت مدرسة، فاحنا سربنا الاولاد دي، استأذننا من المدير استأذننا من هم كم فترة هنا التعليم؟ التعليم فترتين، فترة صباحية وفترة مساء. طبعا لان العدد متكدس ومكتظ. طب كويس جدا. طب عم يحيى، انا شايف التعليم والبنات ده بيؤدي الى نمو في القرية برضو، برضو البنت ما تكون متعلمة بتفيد جوزها وتفيد اسرتها. لازم التعليم عندنا هنا، بالنسبة للتعليم بنعلم البنات والصبيان، البنات بتمشي كمان عن الصبيان في التعليم. ما هي بتفيد بيتها، ما هي بكرة هتبقى ست بيت وهتعلم ولادها وهتعلم ولادها وتبقى حاجة كويسة. طب ده شيء طبيعي. اطباء نساء كتير، يعني بنات متعلمة تعليم عالي كتير، فيه صيادلة وفيه دكاترة. انا ما سألتهمش تحب تطلعي ايه بقى؟ دكتورة. وانتي؟ معلمة لغة عربية. وحضرتك؟ دكتورة. انا بخاف من الدكاترة. شيء طيب ان احنا يبقى عندنا امنية ان احنا نكمل تعليمنا، وتبقى حاجة طيبة جدا. التعليم حاجة مهمة طبعا. اللي بيتعلم شيء بيقدر، ربنا قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فطبعا التعليم حاجة مهمة جدا لازم نركز عليه. طبعا ماشي يا حاج يحيى، ان شاء الله بإذن الله كله هنا مهتم بالتعليم، ونفسي كل واحد نفسه يخلي ولاده احسن عيال بالنسبة للتعليم. يعني كله مهتم في التعليم هنا، وبس هي المشاكل بتاع الفصول في التقديس في المدارس، بس ده هو يعني ممكن يخلي العيال ما استوعبش قوي. طب انا عايز اسمع في الختام كده حاجه منك تكوني حافظاها تاني، تقدري تقولها لنا؟ طب قولي حاجه كده من التكمله اللي انت كنت بتقوليها. لا هو خلص، انا ممكن اقول حاجه تانية. قولي قولي. بعد التهادي نخبة وشباب، طاب الغراس طاب الغراس وأينع الأنجاب، طرب الأحبة لانتصار شبابهم بجدارة وتباشر الأصحاب، أبناؤنا فاقوا الكبار تألقا، حارب به الأفهام والألباب، لم يتركوا كأسا يمر بغيرهم مهما يكن الأمر والأسباب. الله. نرجو لكوكبة الشباب مسيرة من أجلها يتواتر الإعجاب، تمضي طلائع ركبنا ويقودها للنصر دوما نخبة وشباب. الله الله, الله يفتح عليك. أنا بالكلام الطيب ده هقول لكم بقى، يعني أشكركم جدا على استضافتكم النهارده لينا. احنا اللي زادنا شرف وزادنا تقدير والله إن حضرتك معانا النهارده. نقوم نتوكل على الله بقى. ماشي. شكرا يا حبيبي.